العوائد يا اخواننا اذا صادمت الشريعه تبقى بدعه. ما في عوائد؟ عوائد في اشياء مباحه في الزواج مثلا. عوائدنا بتلموا الصبيان اولاد الفريق كلهم بيمشوا بيجهزوا الاكل ويجيبوا الخدار ودي عوائدنا. والبنات بيقعدوا بيشتغلوا بيطبخوا كده وبيجوا الاولاد بيشيلوا الاكل ويوزعوا للضيفان والعيال الصغار بيغسلوا الناس يدينهم كده. مش دي عوائد؟ مباحه ما في مشكله. ما في مشكله دي عوائد. لكن لو صادمت الشريعه تبقى حرام. اي عاده صادمت الشريعه تبقى حرام. لانه هنا جرير بن عبد الله قال لنا ده الاجتماع ده من النياحه. والنياحه كبيره من الكبائر. يبقى حرام. يعني في عاداتنا دي مثلا في الزواج عندنا عادات سمحه كثيره. الناس بيجوا اي زول بيدفع الحاجه بيدال العريس بيرجعوه تمام بيقيفوا معاه وبيجيهوا له اموره، البيت بتاعه اول ما بدا الغرفه بتاعته بيبنوا عليه، النقاشين بيجوا بيشتغلوا النقاشه، بتاعنا البنية كله بيظبطوا له اموره تمام، دي عوائد كلها كويسه. اول ما يجي يوم العرس في واحد بيتبرع له بحق الفنان وواحد بيتبرع بحق الساون. دي حرام بس. يقول لك عاداتنا ولا انا هاي عاداتكم كويسه هناك ديك. امشي تنقاشه امشي اشتغل له نقاشه، ما في حاجه. فزول قال لك حرام؟ فزول قال لك ما ساعد العريس؟ ساعده. ها؟ دار تشتري له التور بتاع العريس اشتري له، ما في مشكله. كويس؟ ما في مشكله، لكن يبقى مما تخش في الحرام تبقى ثاني ما بتجوز. الصدقه قال بتلحق المشرك ما بتلحقه. صدقته هو ما بتلحقه، خليه صدقت الناس الثانيين. بالنسبه للزول المصاب العلماء قالوا الدعاء له اذا حفظ الدعاء الماثور تقول الدعاء الماثور. لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب. اذا حافظه، ما حافظه قالوا ادعوا له باي دعاء يصبره. لانه اصلا التعزيه تصبير. صبره بيقول لك كلام طيب كده. صبره، ده صاحب المصيبه. صاحب المصيبة يستغفر للميت. صاحب المصيبة يستغفر للميت ويدعو له بالخير. وريه الحرامي. قال لو جاني حرامي في البيت وسرق مني حاجة. بعدين أنا أمشي للشيخ يوريني له. شوف الشيخ ده إلا رئيس الحرامية. شيخك ده غايته إلا يكون رئيس الحرامية ديل هو اللي بيوزع الحرامية بيقول له أنت أمشي اسرق حمار فلان وأنت أسرق بقرة داك وأنت أسرق ذهب المرة دي. لكن غير كده شيخ كده ما بيعلم الغيب ولا شغال مع الشياطين. عنده شيطان بيوريه لعمة الضمن والكشتينة ما بجوز في رمضان ولا في غير رمضان. لأنه ده من اللهو المحرم. وجاء في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وده يدل على الحرمة يدل على الكبيرة. نعم مجاملة كده يعني. ولدنا قال بجوز المجاملة لو زول لقى الناس شايلين الفاتحة يجاملهم. طيب وكان جابوا المريسة تشرب معاهم؟ المجاملة في الدين ما بجوز يا اخوانا. ما بجوز الانسان يجامل في دينه احد كائنا من كان. الحرام حرام والانسان ما يقع في الحرام لاجل الناس. لاجل الناس يقع في الحرام ويفعل لاجل الناس. وانما الواجب على الانسان يعمل الحلال. اللي هو سمى الختمة يقول لك ختمة القرآن للميت. أيوة ختمة القرآن للميت هي مبنية على هبة القرآن للميت. إنه الناس تقرأ القرآن وتهبوا للميت. والصحيح إنه هبة القرآن للميت ما بتصلوا ما بتصلوا. لو هم أصلا عندهم شيء داير يتصدقوا به زي ما قلت لك قبل يعملوا صدقة للميت. الصدقة بتصل يا أخوانا. الصدقة عن الميت يجيبوا اي وقف من الصدقات الجاريه يعملوا للميت دي بتصلوا. اما يقروا القران يهبوا له الراجح انه ما بيصل. ده الراجح. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.